ايه ايه سليم، اتفضل. ايه السلام اوراقك جاهزين؟ عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. اهلا اتفضل اتفضل يا حبيبي. اوراقك جاهزين؟ نعم نعم. ايه على الطابق، تحط على الطابق الثالث هنيك في استاذ منير، بدك توقعه من عنده. ايه استاذ منير توقعه من عنده، وبتروح بتخطبط عند الطابق الثاني في انسي رشا، هنيك بتوقعه من عنده بالضبط. بس لا تنسى لي الله يخليك المبلغ اللي اتفقنا عليه 250، هذا لحاله، هذا ما في انزل منه انا ولا فاهم. الله يخليك. تمام تمام ان شاء الله خير. اهلين يا اخي عميان الرياض. الله يخليك استاذي. هي بعد اطلب لي بدل نوتها. ايه وايش في نوتها جاهز فيهم؟ نحن انا حكيت معك مخصوصا، بس صار الامور كلها جاهزه يعني مثل ما قلت لي. ايوه لحظه لحظه بس اسمح لحظه. الو ايه جهزتهم؟ ايه طبعا. ايه كويس كثير حلو. ايه هدول نفس الاوراق بترجع بدك ترجع تاخذهم على الماليه، من هنيك بتاخذ رقم ضريبي، رقم ضريبي. ايه ايه ضريبي بتاخذهم وبتعطيهم لغرفه الصناعه، وهنيك غرفه الصناعه بيصبوا لك اياهم، بترجع بتجيب اياهم انا بقعد بكمل لك اياهم بالضبط. لا 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 الله يخليك، الاجور مثل ما اتفقنا عليهم، مثل ما اتفقنا عليهم. نعم 300 والله ما بقدر انزل فيهم لفه، ما بقدر بعتذر منك. ايه اهلين. ايه استاذ رياض، هذول بس ناقصين توقيعك بس. توقع لنا لحظه. الو جهزتهم؟ عظيم عظيم. هذول لا لا لا، هدول بدهم توقيع رئيس الشعبي، ومن عنده بيطلعوا لعند غرفة معاون الوزير، وهنيك بيوقعهم بيخلص لك اياهم كامل بتجيبهم لعندي، انا بحاول بكمل لك المعاملة بالضبط بالضبط. يا عيني عليك بالضبط. لا والله انت غالي ما خلفتني، بس السعر ما فيني، ما فيني والله. ايه نفس ما حكينا 450 بالضبط 450. نعم 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 صحيح بالضبط. ايه استاذي هي توقيت بس بدنا هلا. انت خلصت انت خلصت هدول كلياتهم؟ خالصين نوتر وظبطت اموري كلها، بس ناقص بس توقيعك في الفريقين. لحظة لحظة اعتذر منك. الو يا هلا الله يخليك. نعم حلو تمام. ايه بجيبهم خلصهم وقعهم ونخلص منهم. تمام تمام الله معك الله معك. ايه سيدي بس وقعنا بغي التوقيع هلا. هون عندك انت بس شوف لي اياهم انت، هذول لازم جاهزين يعني. بس بدنا بس التوقيع بس التوقيع. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس ثواني ثواني. هو لازم محاضرات، لازم محاضرات. الو نعم ايه تمام. خلص الاوراق كلها وبعث لي اياهم، وان شاء الله اليوم الظهر بكون الباصات عندك ان شاء الله ان شاء الله. تكرم عينك. الله معك الله معك. تحصل. الو ايوه يعطيك العافيه استاذ رياض. اهلين ابو عياد. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك استاذي. جانا هدول الاوراق خالصين بس بغير لك التوقيع. ايه ايه عظيم خالصين؟ ايه جيبهم تعال عندي المكتب. انا عندك بالمكتب. انت وين تحت؟ عندك قدامك فريق. فريق عندك. انت قاعد تحكي معي؟ بحكي معك انا. حضرتك على التليفون؟ حضرتك استاذ ما حكيت غير على التليفون. والله ما لي غير هالطريقه يعني. بس نحن كنا حابين نشوفك اكثر. بس توقيعك توقيع بسيط. خالصين خالصين بس توقيعكم. ها تفضل. الله يخليك. الحساب بس الحساب متفقين عليه 300. هي اجورنا نحن ما بننزلها نهائيا يعني. فاضي ساعة غيرك عندك لسه بدك ال 300. إلك وقت عبيد ال 300. ينحرق 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 ينحر